في مدرسة في التدريب عندنا هنا في مصر بتقول لك اللعيب الكبير حتى وهو سيء وزي الزفت ومش شايف قدامه في الملعب سيبه، ممكن يخلص لك مباراة. القاعدة دي عمري ما آمنت بيها إلا لما شفت يوسف أوباما. أوباما ده تقريبا كده هو التطبيق العلمي للقاعدة دي في الكرة المصرية. أوباما طول ما هو سيء ومش شايف قدامه وميع خالص في الملعب، أعرف إن أوباما هيجيب جون ويخلص لك الماتش. أه والله بجد ما بهركش، ده عن تجربة ماتشات كتيرة جدا. أوباما بيبقى تايه فيها، أوعى تطالب بتغييره، أوعى تقول أوباما بيلعب ليه؟ أعرف إن أوباما يجي في الآخر ويجيب لك جون. النهارده أوباما سجل هدفين مش جون بس. اوباما خلص المباراه في عز ما الزمالك ما كان عنده مشكله في نص الملعب، في عز ما امام عاشور ما كانش شايف قدامه، نص ملعب الزمالك كان متهالك، بس برضه مصر المقاصه فرقه على قدها بتلعب باسماء شابه مع كابتن عظيمه. اهم حاجه في الدوري بالنسبه لهم نفضل قاعدين ما نهبطش، يعني اهم حاجه نفضل قاعدين في الدوري بنلعب كورتنا، كره من رجل لرجل، كره جميله كابتن ايهاب جلال علمها لنا قبل ما يمشي، هنفضل مكملين احنا كده مكملين بطريقتنا. الشوط الاول كان ممكن يخطفوا ويسجلوا بلقطه احمد عادل اللي هم بيقولوا احمد عادل ميسي، والراجل راح مضيعها وشطها فوق مرمى جنش. جنش اللي بالمناسبه قلت لك المباراه اللي فاتت ان عواد ما عندوش مغص قوي يعني، وان كده كده الفكره فكره عوده جنش اكتر ما هي ان جنش بيلعب علشان خاطر عواد مصاب، والفكره دي اتاكدت لي النهارده مع وجود جنش اساسي. اداء بقى وكره جميله والكلام ده، لا ما تاكلش مع كالترون الكلام ده. كالترون يديله في شويه عرضيات، وعرضيات النهارده من المسوس ناحيه اليمين ومن شيفو ناحيه الشمال كانت دواء. الكره اللي في الشوط الاول لسيف الدين الجزيري كان ممكن ان هو يسجلها، الراجل عمل جامب مثالي توقيت مثالي بس طلعها بره. شوط اول الزمالك ما كانش شايف قدامه، وبما الشوط الثاني قدر يخلص المباراه حتى هو بما نفسه مش شايف قدامه. في عز ما الناس كلها كانت مستنيه ان شيكا ينزل، الراجل كان مقرر ان انا مش هنزل شيكا غير مكان اوباما. اوباما سيء ومش شايف قدامه، اوباما جاب الاول ما ينفعش اطلعه، اوباما جاب الثاني انت برنس يا اسطى وكفايه عليك كده واطلع بقى على خير، خلاص خلصنا الماتش النهارده وشيكابالا عايز ينزل. واه كان في واحد كده بيتكلم في مسؤولين مصر المقاصه ان معلش يعني مش بتدي فرصه لمروان حمدي، فانا هطلع سيف الدين الجزيري وهنزل مروان حمدي بناء على طلباتكم وخلاص، احنا كده كده الماتش خلص 2-0. اما حاوله مصر المقاصه بقى في النتيجه والكلام ده، لا هي المقاصه راحت بكوره سعادتك وضاعت من احمد عادل، ووقتها خلاص المباراه بالنسبه لهم خلصت. مبارياتنا في الدوري المصري ممكن تجيب لك حاله كده ضغط ان انت ما بتشوفش كوره، بس الماتشات حاليا في ماتشات غريبه جدا في الدوري المصري، ممكن تتفرج على صوره تقنيه عاليه جدا وصوره تحس ان بتتعاقب انك تتفرج على مباراه زي مباراه النهارده مثلا. مباراه النهارده الصوره في استاد السويس تعمل اللي ما يتعملش بصراحه، يعني احنا هنا بنتفرج على تلوث بصري وتلوث سمعي من بلال علام، بس كل ده مش مهم، المهم ان الزمالك كسب النهارده وقدر ان هو يصعد للدور القادم في كاس مصر علشان خاطر يلعب اسوار. هتقول لي امتى؟ اقول لك الله اعلم، وعندي هنا في مصر عارف الموضوع بتاع الماتشات هتتلعب في انهي توقيت، احنا عندنا في مصر هنا بيحطوا لك الجدول تلعبه وتبقى قشطه وتمام. اما كتكتيك والكلام ده، لا كالترون مش بتاع تكتيك ولا بيحب الكلام ده خالص، هو اهم حاجه اللعيبه النهارده كانوا جيدين. اه كانوا جيدين. اوباما عمل ماتش كويس؟ لا اوباما ما عملش ماتش كويس بس سجل هدفين. اشرف بن شرقي وزيزو كانوا تاهينوا الشوط الاول وبرده كانوا تاهينوا الشوط الثاني. شيكا بقى لما نزل ما عملش فرق كبير، طارق وامام عاشور كانوا نص ملعب الشوط الاول كان ضايع تماما. عبد الغني والونش، عبد الغني لسه تحس ان هو موديل لسه رجوع من الاصابه ده مش شايف قدامه، ووراهم جنش مش عارف هو بيلعب ليه. فحديث ان احنا نتكلم على اداء وفنيات والكلام ده لا صعب، هو اوباما خلص ماتش ما كانش في حد فيهم شايف قدامه فخلصه اوباما اللي برضه ما كانش شايف قدامه. عارف ان الكلام بتاعي ما بيعجبش بس والله هذا صديقي ما يحدث في المباراه، وانا بجيب لك يعني كلام من عندي ولا بجيب لك كلام من عندنا من البيت تحت، ده اللي انا شفته في المباراه. لو انت كمان شفت كده اعمل لايك للفيديو، لو ما شفتش كده ومختلف معايا وشايف ان الزمالك عمل جيم تكتيكيا رائع وجميل ومثالي ممكن تعمل ديسلايك وتعمل تشتم وتعمل كومنت كده سلبي في القناة. ولو عجبك الفيديو زي ما اتفقنا انطلق واعمل لايك او سبسكرايب، لو ما عجبكش زي ما لسه قايل لك